أهلا بكم إلى الصباحية من تلفزيون مستقبل. وفي العناوين: بتشوف الأجانب أكتر شوي، بتشوف الناس جايين من برا أكتر شوي، بس إنه السنة هي أقوى، في تلج أكتر. مراكز التزلج تزدحم بروادها وترقب لوصول عاصفة جديدة إلى لبنان. وهناك ضرورة وطنية للابتعاد عن السجال السياسي الحاد. المجلس الشرعي يتمنى انعقاد القمة الاقتصادية في أجواء من التضامن، وتجالب عبد عين الدين يتصاعد. صدمات وجرحى في السبت التاسع للسطورات الصفراء في باريس، وانفجار يوقع قتلى وجرحى. أهلا بكم. اعتبارا من بعد ظهر اليوم يضرب لبنان منخفض جوي جديد، على أن تشتد قوته يوم الثلاثاء فيتحول إلى عاصفة قوية، وذلك بحسب ما أفادت مصلحة الأرصاد الجوية تلفزيون مستقبل. وبانتظار العاصفة انتهز هواة رياضة التزلج الطقس المشمس وتوجهوا إلى مناطق التزلج التي شهدت ازدحاما كبيرا. تقرير أيسر نور الدين. هو يوم واحد فاصل عن العاصفة الثلجية الجديدة، يوم استغله عشاق التزلج الذين توافدوا بكثافة إلى مزار سكي ريزورت في منطقة كفرذبيان لممارسة نشاطاتهم. بتشوف الأجانب أكتر شوي، بتشوف الناس جايين من برا أكتر شوي، بس إنه السنة هي أقوى، في تلج أكتر. السنة عادة بتجي على كفرذبيان؟ أول مرة. كيف شايف الأجواء هون؟ كتير حلوة، كتير خلق لها تلج منيح يعني، وموسم إن شاء الله يكون طويل. في كتير عالم، بس إنه مبسوط. أنا جاية من بيروت. وبتجي كل سنة لهون؟ أكيد كل سنة. بتعقد، موسم بيعقد كتير حلو، بنتمنى بس مراعاة ظروف الطرقات أكتر من هيك تيكون الموسم أحلى وأحلى. الحركة هنا لم تقتصر على اللبنانيين، لكنها شهدت توافدا كبيرا للسياح العرب وخليج كتير، وكل جميع أنحاء العالم فيه. الكويت. الكويت جاي خصيصا مشان التلج؟ اي والله، بدنا نشوف الثلج. ولبنان طبعا ما نقدر، لازم نيجي. يعني انا 33 سنة ما شفت ثلج، الحين اول مرة بحياتي اشوف ثلج، وكتب اني اشوف الثلج بلبنان. انا جاي من المغرب. انت ومين جاي؟ انا ومدامتي. الاجواء كتير حلوة. وين؟ مع اصدقائي، وننبسط في لبنان دائما. وفي ظل هذه الاجواء تبقى البلديه على اتم الاستعداد لمواجهه اي طارئ، وسط انتشار استثنائي للقوى الامنيه التي تتولى تسهيل حركه المرور. سياسيا، لا تزال القمه الاقتصاديه العربيه تتارجح بين امكانيه انعقادها او تاجيلها على خلفيه السجال بين بعبده وعين التيني. وفيما اكتملت التحضيرات لاستضافتها، تعقد اللجنة المنظمة بعد ظهر الاثنين المقبل مؤتمرا صحفيا في مقر القمة لشرح ما يتعلق بالإجراءات التنفيذية والإعلامية والأمنية وخطة السير التي ستعتمد. تقرير شهير إدريس. تحولت القمة الاقتصادية العربية التنموية والاجتماعية إلى أزمة على خط بعبدة عين التيني، عقب البيانات التي صدرت من قبل اللجنة المنظمة حول مسألة دعوة ليبيا وسوريا إلى القمة. وأكدت مصادر مطلعة على الخلاف السياسي لتلفزيون المستقبل أن ما قيل قد قيل ولا تراجع عنه، ولا يتم الدخول في سجال حول هذه القضية، مشيرة إلى أن هناك سعاة خير يعملون من أجل ترطيب الأجواء وتهدئة الأوضاع لإنقاذ القمة. وحول السجال القائم بين بعبدة وعين التيني، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: فليقولوا ما يشاءون، إن اتهموني بأنني بهذه المسألة أحاول أن أقوم بستشباط سياسية جديدة فليتهموني ولا تفرق معي، فهذا لا يؤثر بي، بل إننا في هذه المسألة على استعداد لأن أقوم بستشباط سياسية وغير سياسية ولا يجربوننا. أما مصادر عين التيني فاعتبرت أن مسألة دعوة سوريا هي التي أزعجت البعض، فحاولوا اختلاق قضية دعوة ليبيا وموافقة الرئيس نبيه بري على الدعوة، مشيرة إلى أن هذه القضية لا أساس لها من الصحة، لأن قضية الإمام موسى الصدر هي قضية جوهرية، والسلطات الحالية في ليبيا لا تتجاوب ولا تتعاون في هذه القضية، لذلك فإن موقف عين التيني لن يكون سهلا في هذا الاتجاه. وأشارت المصادر إلى أن المواجهة قد لا تكون في الشارع إذا أدت الاتصالات إلى نتيجة إيجابية، لكن في حال بقي الطرف الآخر على رأيه فإن الجماهير ستنزل إلى الشارع للتعبير عن غضبها.
وعلى الرغم من التشنج الحاصل والردود النارية بين الطرفين، أكدت اللجنة المنظمة لتلفزيون المستقبل أن التحضيرات جارية على قدم وساق، والترتيبات تشارف على نهايتها لاستقبال الملوك والرؤساء والوفود، وقد وضعت كافة الأعلام العائدة للدول المشاركة من دون وضع العلم السوري بانتظار قرار وزراء الخارجية العرب. وقد جرت مناورة ميدانية ناجحة ابتداء من مطار رفيق الحريري الدولي ومراسم الاستقبال والمواكبة الأمنية للقادة ورؤساء الدول وصولا إلى الواجهة البحرية لبيروت المعروفة بسيسايد أرينا، حيث ستعقد القمة على أن تضع اللمسات الأخيرة على كل المرافق خلال الأيام القليلة المقبلة. الانطباع اللي خرجنا فيه بهالجولة أنه كل المعنيين في جهوزية كاملة، وكل الإجراءات اللي وضعت سابقا على الورق وعلى الكمبيوتر وغيره نفذت كلها كما يجب، وأصبحت الأمكنة المتصلة بالقمة جاهزة لاستقبال القمة بدءا من مطار بيروت أو مطار رفيق الحريري الدولي وصولا للسيسايد أرينا الواجهة البحرية لبيروت. الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية سفير حسام زكي جدد التأكيد في اتصال مع تلفزيون المستقبل أن القمة ستعقد في موعدها وليس هناك أي تغيير، وذلك عقب لقاءاته واجتماعاته مع اللجنة المنظمة للقمة واطلاعه على كافة الإجراءات والتحضيرات القائمة. وغادر السفير زكي لبنان متوجها إلى القاهرة على أن يعود نهار الأربعاء المقبل لمتابعة كافة التحضيرات اللوجستية المتعلقة بانعقاد القمة. في غضون ذلك، دعا المجلس الشرعي الإسلامي القوى السياسية كافة إلى مؤازرة جادة للرئيس المكلف لتأليف الحكومة والابتعاد عن السجال السياسي الحاد الذي يؤدي إلى مزيد من التعقيدات. وتمنى المجلس انعقاد القمة الاقتصادية وسط أجواء من التضامن والتوافق. شدد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى على ضرورة تشكيل الحكومة في أقرب وقت خشية الوقوع في الأسوأ، داعيا إلى الابتعاد عن السجال السياسي الحاد. موقف المجلس جاء خلال انعقاد جلسته الدورية في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان. رأى المجلس الشرعي أن الضرورة القصوى تقتضي أن يصار إلى تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن خشية الوقوع في الأسوأ، وهناك العديد من عوامل الانهيار التي بدأت ملامحها تظهر في الأفق، وعلى القوى السياسية أن تكون جادة بمؤازرة الرئيس المكلف لتأليف الحكومة، وهناك ضرورة وطنية للابتعاد عن السجال السياسي الحاد الذي يؤدي إلى مزيد من التعقيدات في شتى الأمور. أتمنى المجلس تكثيف اللقاءات الوزارية لمعالجة الحالات الطارئة التي يشهدها لبنان نتيجة العواصف الطبيعية والفيضانات، كما تطرق إلى القمة الاقتصادية المرتقبة. توقف المجلس أمام حدث انعقاد القمة الاقتصادية في لبنان، وأمل أن تمثل تجديدا للثقة بلبنان واقتصاده وعلاقاته العربية والدولية، متمنيا أن تنعقد القمة وسط أجواء تضامن وتوافق بين سائر الفرقاء السياسيين. المجلس الشرعي دعا مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية ورادعة لمعاقبة الكيان الصهيوني الذي يخرق الحدود اللبنانية باستكمال بناء الجدار الإسمنتي، بالإضافة إلى انتهاكاته المستمرة للأجواء اللبنانية. دعي رؤساء الكتل والنواب الموارنة لاجتماع تشاوري وجداني في بكركي صباح يوم الأربعاء المقبل مع البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي. فما هي محاور هذا اللقاء وأهدافه؟ في تقرير لغدا جبيلي. بعد تعثر أفق محاولات إخراجها من عنق الزجاجة، أزمة تشكيل الحكومة ستكون هذه المرة على طاولة بكركي. البطريرك الماروني ماربشارة بطرس الراعي الذي رفع الصوت في وجه المتسببين باستمرار التعطيل، دعا فيه رؤساء الكتل النيابية والنواب الموارنة الأربعاء المقبل إلى اجتماع يتطلع عبره سيد بكركي بحسب أوساط مقربة من بكركي إلى أبعد من مسألة تفصيل التشكيل
تلامس الهواجس من انقلاب تدريجي على الطائف. في شوية تحديات من بعض الأفرقاء السياسيين، يعني بنشاهدها مثلا من اللي أنه حليفنا الحليف اليوم بالواقع أنه مثل كأنه ساكت سكوت المؤيد لشيء عم يعمله بعض الأفرقاء الآخرين. حليف الحليف مثلا عم بيحط شوية عراقيل بموضوع القمة العربية. الصديق كمان انه بالنتيجة عم بيتفرج على واقع عم نعيشه حاليا، وبالنتيجة البلد عم بيدفع الثمن، يعني عم بيدفع الثمن ان كان على الصعيد الاقتصادي او على الصعيد الاجتماعي او على الصعيد السياسي. المشكلة كتير مهمة، وهودي هن بالواقع العناوين يلي بدأت تنطرح باجتماع بكركن الاراضي يوم الاربعاء. هل ستتخطى الاقطاب خلافاتها وينجح الراعي في هذه المهمة؟ سؤال يترقب اللبنانيون نتائجه، وتؤكد الاوساط ان هدف الاجتماع هو تشاوري لتوحيد الصف في وجه كل التحديات التي يمر بها لبنان. الحوار دائما بيترك مساحة على نقدر نلاقي الأرضية المشتركة، ومفيد جدا إذا قدرنا من خلال هذا الاجتماع نلاقي أرضية مشتركة بين الموارنة، لأنه كمان رئيس الجمهورية اليوم ما ننسى عنده 29 نايب وهو مؤثر جدا والمعنى المباشر بتأليف الحكومة. فكل هودي بالعكس بيخلقوا سبب لأنه يجتمعوا النواب المواريني وتتوسع هيدي الرقعة، تتخطى كمان الطوائف المسيحية الأخرى ونروح نعمل لقاء وطني كبير. وأكد بيان أمانة سر البطريركية المارونية أن الاجتماع هدفه التداول في دور الموارنة بمواجهة الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وما بلغت إليه من تردد على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وما تقتضيه من مبادرات ومقاصد تنسجم واجبهم في الحفاظ على دولة لبنان التي كانوا في أساسها. أهلا بكم من جديد إلى هذه النشرة. أجرى الرئيس نبيه بري بعد ظهر أمس عملية بسيطة من دون جراحة لاستئصال بحصتين من مجرى المرارة، ولم تستغرق العملية أكثر من 20 دقيقة في إحدى مستشفيات بيروت، وغادر بعدها الرئيس بري بثلاث ساعات وهو بصحة ممتازة. استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مساء أمس مساعد وزير الخارجية الأمريكية ديفيد هيل، ترافقه السفيرة الأمريكية في لبنان إليزابيث ريتشاردز. هيل وفي إطار زيارته الرسمية إلى لبنان سيلتقي اليوم الرؤساء الثلاثة وقائد الجيش العماد جوزيف عون وعدد من المسؤولين. استهل وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل زيارته إلى بيروت بلقاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمونسو، ترافقه السفيرة الأمريكية إليزابيث ريتشارد وبحضور النواب تيمور جنبلاط ووائل أبو فاعور وأكرم شهيب ومروان حميدي. وكانت السفارة الأمريكية في بيروت أصدرت بيانا تحدثت فيه عن مجمل المواضيع التي سينقشها المسؤول الأمريكي مع القيادات اللبنانية التي سيلتقيها خلال جولته، أبرزها قلق الولايات المتحدة من أنشطة حزب الله المزعزعة للاستقرار في لبنان والمنطقة، بما في ذلك الاكتشاف الأخير لأنفاق حزب الله العابرة للحدود والتي تتحدى قرار مجلس الأمن الدولي 1901 وتعرض أمن الشعب اللبناني للخطر وتقوض شرعية مؤسسات الدولة اللبنانية. وجدد البيان دعم الولايات المتحدة القوي للدولة اللبنانية بما في ذلك مؤسساتها الأمنية الشرعية لمواصلة مواجهة التحديات الهامة. جنوبا، أكد القائد العام لقوات اليونيفيل الجنرال ستيفانو ديكول أن الوضع مستقر على طول الخط الأزرق، أما قيادة الجيش فنفت المعلومات التي تم تناقلها عن وجود توتر عند الحدود. أكد القائد العام لقوات اليونيفيل الجنرال ستيفانو ديكول أن الوضع في جنوب لبنان جيد جدا. قائد اليونيفيل كان يتحدث خلال جولة له في محلة المحافر خراش بلدة عديسي، حيث اطلع على الأعمال التي يقوم بها العدو الإسرائيلي ضمن المنطقة المتحفظ عليها لبنانيا باعتبارها محتلة. وتزامن ذلك مع تمركز دورية للعدو الإسرائيلي على الطريق العسكرية المحاذية لسياج التقنيق قوامها ثلاثة جيبات عسكرية.
إلى ذلك توقفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن إقامة وتركيب الكتل الإسمنتية، ولم تشاهد آليات الاحتلال في تلك المنطقة في ظل انتشار للجيش اللبناني واليونيفيل. وكانت قيادة الجيش نفت صحة المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن وجود توتر عند الحدود الجنوبية. وأكد بيان قيادة الجيش أن الوضع على الحدود مستقر بالتنسيق مع اليونيفيل، داعية وسائل الإعلام إلى عدم نشر أي معلومات أو أخبار تتعلق بالمؤسسة العسكرية. عاين أمين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير أضرار العاصفة نورما، مؤكدا أن الساتر الترابي المنوي بناؤه على النهر الجنوبي في عكار ستتم دراسته مع قيادة الجيش. من على الجسر الأثري الفاصل بين لبنان وسوريا حيث يعبر النهر الكبير الجنوبي، وقف أمين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير يعاين أضرار العاصفة نورما والتي أدت إلى نكبة حقيقية في الممتلكات والمزروعات. وكان اللواء خير قد عقد اجتماعا في مركز اتحاد بلديات سهل عكار كشف فيه عن مسعى يقوده الرئيس سعد الحريري لبناء ساتر حول النهر الكبير لتجاوز جميع المحن والتحديات. نحن عاطين اسبوع لان ما فينا دل فتحين مثل زمان، بعد اسبوع نحن بنعتبر انه كل شيء انتهى، الكشف هيكون اكيد وبلشنا، بنتمنى يكون في صدقيه مش مزايدات، وهذا بوجه نداء لكل اللبنانيين وما بيكون هلا وبعدين وبالمستقبل، انه شفنا ما يكفي من الصالح يروح بعز الطالح. يعني تيجي سياره تكون سره خربانه 10 سنين وبيحطها على جنب النهر وبزت وحل فيها لا يرجي انه هو هيدي خربانه عم يضرر فيه وجاره وخيه. ولفت اللواء خير الى ان كل بلديه تتحمل مسؤوليه التقارير التي ترفعها، مشددا على ان كل مخل بالالتزام سيتحول الى القضاء. تأكيد على أهمية العلاقات السعودية اللبنانية، خلال أمسية رياضية دعا إليها السفير السعودي وليد البخاري ولمتابعة مباراة منتخبي لبنان والسعودية في إطار كأس آسيا لكرة القدم. بدعوة من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد البخاري، تجمع عدد كبير من السياسيين والدبلوماسيين والإعلاميين بمقر نادي اليخوت بالزيتونة باي بجادة الملك سلمان بن عبد العزيز بوسط العاصمة اللبنانية بيروت لمتابعة المباراة اللي جمعت منتخب المملكة العربية السعودية ولبنان بإطار مباريات بطولة كأس أمم آسيا المقامة حاليا بالإمارات العربية المتحدة. السفير البخاري اعتبر أنه هالتجمع هو بإطار الخطة والرؤية الموضوعة المملكة العربية السعودية 2030. اليوم طبعا احنا رسالتنا هو احترام روح المنافسة الرياضية وتحقيق نوع من الثقافة الرياضية التي تنعكس على سلوكياتنا وعلى تعاوننا، وهذا ايضا هو نهج الدولتين المملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية. اليوم احنا نتابع المباراة بكل حب، الحمد لله لاحظنا خلال العامين المنصرمين ارتفاع في نسبة مشاركة الإنسان السعودي في الألعاب الرياضية المختلفة، انطلقت من 13 إلى 23%، تستهدف الرؤية بعام 2030 يكون عندنا نسبة مشاركة تفوق 40%. الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري اعتبر أنه التنافس الرياضي ما بين لبنان والمملكة العربية السعودية هو بإطار الروح الرياضية. إذا بدنا جمع على روح رياضية ما بين منتخبين لبنان والسعودية وما بين الأشقاء بالسفارة السعودية وكل الطائف اللبناني السياسي والرياضي والاقتصادي والاجتماعي والإنمائي. عميد رؤساء الأندية الرياضية بلبنان هشام الجارودي اعتبر أن التنافس الرياضي هو أساس نجاح العيش بلبنان. مين ما ربح له النصر ولحنا ما تزقفه، كان يقول دولة الرئيس الحريري الله يرحمه ما بهم مين يربح، المهم المشاركة. أما من ناحية الفنان عاصي حليني فاعتبر أنه منتخب لبنان عم بيشرف بلده، وأنه هالجمعة يلي دعا لها السفير السعودي بتدل على متانة العلاقات ما بين لبنان والمملكة، وهيدي لفتة حلوة جدا بتدل على حبنا لبعضنا وروحنا الرياضية. يعني المنتخب اللبناني رغم الدعم البسيط ورغم الاهتمام القليل عم بيقابل الفرق بقوة وبصلابة. المناسبات يلي بتحمل علامات السلام من المملكة العربية السعودية للبنان كتيرة، إعادة إعمار وسط العاصمة اللبنانية.
أهلا بكم من جديد إلى هذه النشرة. اشتباكات عنيفة بين محتجي السطورات الصفراء والشرطة الفرنسية في الأسبوع التاسع من التظاهرات، وانفجار في مخبز في العاصمة يوقع قتلى وجرحى. قبل 3 أيام من الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خرج محتجو السطورات الصفر من جديد إلى الشارع تعبيرا عن رفضهم لسياسات الحكومة وقرارات الرئيس. مشهد السبت التاسع لأنصار الحركة لم يختلف عن سابقيه، مواجهات وصدامات واعتقالات، وبالرغم من نشر الحكومة الفرنسية لنحو 80,000 من عناصر الأمن وتهديد وزير الداخلية برد قوي على أي أعمال للعنف، شهدت شوارع باريس كرا وفرا بين المتظاهرين وقوات الأمن التي تعرضت للرشق بالحجارة، ردت عليها بإطلاق وابل من قنابل الغاز المسيلة للدموع قرب قوس النصر في محاولة لمنع الاحتجاجات من الوصول إلى جادة الشانزليزي. الشرطة الفرنسية أعلنت عن اعتقال العشرات، وقالت المتحدثة باسمها إن هؤلاء كانوا يحملون سلاحا محظورا أو شكلوا جماعة ربما كانت تخطط لارتكاب أعمال عنف، في وقت أعلن عن سقوط العديد من الجرحى نتيجة المواجهات. وتحاول حركة ما يعرف بالسطورات الصفر من خلال تحركها الجديد إلى أعطاء زخم للاحتجاجات التي تراجعت حدتها مع نهاية السنة الماضية. سبق ذلك انفجار قوي في الدائرة التاسعة في العاصمة الفرنسية باريس، وقال مكتب المدعي العام إن رجلي إطفاء قتلا في الحادث، وأدى الانفجار إلى إصابة العشرات. الانفجار الناجم عن تسرب للغاز هز مبان على بعد مئات الأمتار من مكان وقوعه داخل أحد المخابز، وفجر الطابق السفلي بأكمله للمبنى، إضافة إلى تحطم الزجاج واجهات المحلات والأبنية المحيطة بالمكان. الشرطة الفرنسية فتحت تحقيقا بالحادث، كما منعت سكان المباني المتضررة من العودة إلى منازلهم. في التطورات السورية، غارات جديدة لمقاتلات الاحتلال الإسرائيلي على عدد من المواقع التابعة لنظام الأسد والحرس الإيراني في محيط العاصمة دمشق. 8 انفجارات ضخمة هزت العاصمة السورية، استهدفت مطار دمشق الدولي ومنطقة الكسوة في الريف الغربي. مصادر سورية رسمية ومعارضة ذكرت أن طائرات إسرائيلية أغارت على أهداف في مطار دمشق وأماكن أخرى، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف دمر مستودع أسلحة تابعا لحزب الله في المطار بعد وصول شحنة أسلحة إليه بساعات معدودة، وقال أن الغارات استهدفت كذلك منطقة الكسوة ومناطق أخرى في ريف دمشق الجنوبي الغربي، حيث تتواجد مراكز ومستودعات للحرس الثوري الإيراني وحزب الله. مصادر إعلامية أشارت إلى أن الغارات استهدفت أيضا اللواء 137 في ريف دمشق الغربي بالقرب من بلدة زاكية، واللواء 91 في الكسوة. إعلام نظام الأسد قال أن الدفاعات الجوية تمكنت من التصدي وإسقاط معظم الصواريخ الإسرائيلية، ونقلت وكالة صانع عن مصدر عسكري قوله أن طائرات حربية قادمة من أصبع الجليل أطلقت صواريخ عدة باتجاه محيط دمشق، معترفا بإصابة أحد المستودعات في مطار دمشق الدولي. وأشارت وسائل إعلامية موالية للنظام السوري إلى أن مدى الهجوم كان أكبر من الغارات السابقة، حيث امتد من دمر في ضواحي شرق دمشق إلى الكسوة جنوب العاصمة وحتى قرية ديماس إلى الغرب باتجاه الحدود مع لبنان. في المقابل لم يظهر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي أي تعليق، وهو ما دأب عليه كلما شن غارات على مواقع إيرانية في سوريا. وتعتبر هذه الغارات الأولى في هذه السنة منذ أن ضربت الطائرات الحربية الإسرائيلية مواقع قرب دمشق في 25 من الشهر الماضي. وفي ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. بتشوف الأجانب أكتر شوي، بتشوف الناس جايين من برا أكتر شوي، بس أنه السنة هي أقوى، في ثلج أكتر. مراكز التزلج تزدحم بروادها وترقب لوصول عاصفة جديدة إلى لبنان. وهناك ضرورة وطنية للابتعاد عن السجال السياسي الحاد. المجلس الشرعي يتمنى انعقاد القمة الاقتصادية في أجواء من التضامن، وسجال بعبد عين التين يتصاعد. صدامات وجرحى في السبت التاسع للسطورات الصفراء في باريس، وانفجار يوقع قتلى وجرحى. بهذا نأتي إلى ختام النشرة. إلى اللقاء.